خوينك نرجع او قنابة فلات جين من بهاتي بزجر وخبات بي دردي تا بدله من دا بالدار وسلاف لتا عفرينا بريندار حسكرنا تا دارك زيتونا يا قول لك ثاني عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الكتاب الكرد في سوريا. اليوم الذكرى الأولى بمناسبة الذكرى الأولى لاحتلال الدولة التركية لمناطق روجافاي كردستان سريكانية وغريسبي. نتذكر ذلك اليوم بألم من خلال نشاط فني وأدبي معا. في هذا النشاط حيث هناك مجموعة من الفنانين خاص من أهالي مدينة سريكانية، وكذلك حتى الشعراء سيكونوا من مدينة سريكانية، وحتى المخرج السينمائي الذي وثق الأعمال اللاإنسانية الإرهابية التي قامت بها مجموعات مسلحة التابعة لدولة الاحتلال التركي في مدينة سريكانية وغريسبي، حيث وثق تلك الجرائم من خلال الصور فوتوغرافية وكذلك من خلال أفلام وثائقية. وهناك بعض الأعمال المتعلقة بمدينة سريكانية من حيث التوثيق التاريخي، حيث سيتم تكريم هذا المخرج من خلال هذا النشاط الذي قام به الاتحاد كتاب الكرد في سوريا. يكتيان مسكار الكرد السوري خيراتنا بحث المسلم.